في شنشنة تحريضية سافرة ضد القائمة المشتركة ونوابها في الكنيست، افتتح نتنياهو خطابه الموجه للناخبين العرب من قلب كبرى المدن العربية في البلاد، ليضرب في كل الاتجاهات مراهنا على أن للعرب في هذه البلاد ذاكرة قصيرة. بعد سنوات عجاف من التحريض الممنهج، قاده نتنياهو وحكوماته المتعاقبة ضد المواطنين العرب وقياداتهم السياسية، حيث لم يسلم منه أيضا العاملون في مجال الصحة وفي الجهاز الطبي. يتذكر نتنياهو اليوم الأطباء العرب الذين يقفون في خط المواجهة الأول لمكافحة جائحة كورونا، تزامنا مع أشهر الانتخابات البرلمانية الثلاثة، انتخابات يسعى نتنياهو من خلالها إلى تعزيز قوته التي أنهكتها الاحتجاجات ضده، ويحاول من خلالها إلى ترميم التصدع السياسي الذي يصيب الخريطة السياسية في الصميم، ليبحث عن حفنة من الأصوات التي لعلها تطيب الجروح التي تصيب حزب الليكود من خلال مغازلة تعج نفاقا. مؤتمر صحفي من قلب مدينة الناصرة يواجه باحتجاجات بدأها نشطاء الأحزاب والحركات السياسية العربية رفضا واستنكارا لزيارة نتنياهو، سرعان ما انضم إليها نشطاء من حركة الرايات السود، ليتحول المشهد إلى موقف عربي يهودي واحد يصدح بعبارة نتنياهو ارحل. خطابات تتزامن مع معركة انتخابية تؤرق نتنياهو بعد موجة انشقاقات طالت حزبه الحاكم، ومع استمرار حشد معسكر الوسط يسار وتجميع قواه ليقف من جديد موحدا في وجه نتنياهو، يأتي نتنياهو إلى الناصرة كي يطلق وعوده لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، خطة تتزامن مع شهر وعودات انتخابية قد تدثر في اليوم التالي من الانتخابات، كما تغاضت الحكومة لسنوات طويلة عن محاربة العنف الذي يفتك في المجتمع العربي.